السماء. هذا جاي صايح سما. قطع قلبي قطع قلبي، ما قدرت اتحمل. العربي فصلوا من الكافر، يبك ترجعه. فصل من الكافر ورجعه. طلبه يا مريض رجعه. مرتبة بواسة يسعراني من كل مكان. وصلني من الدواء. قال لي عليه 8000 ريال. تعرف ايش عليه عاد 8000؟ انت يقول قيمة الملابس اللي شراها اصلا هو كله ما يجيب 8. هل انتم قاعدين من النوم تستهبلون ولا ايش السالفة؟ كسر خطني. كسر خطني. راجع مريضة، راجع والله ما اقدر خليها تلعب. قل عالمة بس بالي ما تحمل بالي خلاص. قد عاد ما قاعدني من النوم قاعد تخربط علي تتفلسف. شيك تفشيك انت. تردوني يا مراد من الكافي والله تردوني. انا اللي طردك. بس تردوني بواسه تردوني. عاد اتكلم جد ولا كنت خلنا نفهم علي. يفهم شيء. انا والله العظيم ما افهم شيء ورب البيت. انتم قاعدين من النوم تستهبلون علي ولا ايش تسوون؟ احنا بس نحن ما عارفين ايش السالفه. شو السالفة؟ بعدين ذي الكرافتة شارينه لك بفلوسي بلا تمسح فيه، بعطوا منديل، اعطوا منديل. اسكت خلنا نعرف الموضوع. تكلم عاد. انا بقول لك السالفة كلها. انا قال لي قام طلبه. تأخرت على الزبون دقيقتين. كم تأخرت دقيقتين؟ قلت حق واسم راح انذبح. ما شفته لليوم. بس بابا، بس حبيبي، بس عاد خلاص. بس بابا، بس حبيبي، بس شو اللي عطنا الزبده السالفه بالضبط؟ شنو هي؟ انا تاخرت على الزبون دقيقتين. تاخرت على الدبون الزبون دقيقتين ولا دقيقتين؟ دقيقتين. دقيقتين ترى غير دقيقتين. من وقت يعني الزباين قال لي بوس بسرعه بسرعه. قلت له الزبر في شيء. قلت له الزبر مفبر قلت ما فيه شيء. لا ما فيه شيء. بعدين جاب لي قدم الانفصال يعني من الدوام. يقول لي شو انفصال؟ يبقى انفصال طلاق. فصل. وقال لي اذا بعثموني انا بريا على الملابس. وين؟ شو انت لعب؟ والله ثمانية انا بنتو. لا مش عاد خصمنا. قال يا مراد يا ابن مني باسم يقول لي اجي طلعت للدواء رجعتني 8000 ريال. حق ايش 8000؟ يقول لي البدلات اللي شرى لي الثلاث ويا سراوي وذي. قلت له كم؟ يقول لي 500 ريال. ذي ب 500 ريال؟ يقول هو باسم والله ب 500. يقول ذي ب 500؟ يقول رخيصه. زين رخيصه اجل رخيصه. انا خابر اسعارهم على 3 و4. لا ما قصر يا ما قصر. مدحة ما تصير وياي. اجيك اشتكي على البوسر. صرت في حسن. قال لي المدير له احترامه. انا ما قلت له شيء. شلون ما قلت له شيء؟ ضغط العمل تقول له. قلت الزبون يجي. قلت له الزبون يا بنت. قال له انثبر. قلت له انثبر. يعني اسكت مو بشغلتك. زين يوم تقول له انثبر يامكم ما عاد يامكم. انا الزباين بالعربي. بس الزباين يا امكم. كم الزباين؟ ما ابي الزباين. بس الزباين. وقلت حق الزباين مبنوس الزباين عنده زباين ناس. شلون يعني؟ جا اجيب الفيول عود تسرعون علي انتم بعض. يبا غلط. انت اسمع الكلام غلط. حتى انا قبل كم يوم جايني ترفع صوتك علي وتغلط. عجب ايش قايل لك؟ انا ايش قايل لك؟ قل لي ايش قايل لك؟ هل انا اقول لك عشان تسر علي؟ تقول اجل اذا ما تبيني اطلع ما اطلع. هل احنا لا تطلع. ما يحتاج كلك. انا ما يحتاج لا تفهمني. انا فاهم كل شيء. المدير ما يقولون لنثبر قدام الزباين باحترام. بعدين حتى انا جاي قبل كم يوم والله العظيم يقول لي تخاسي مره ثانيه اجيب لك طلبات.
مرة عن كلامي. يا خاسي من اللي بتجيب لهجة؟ اسمع اسمع اسمع. أجاب الزباين ولا أجاب لك ربعك الخمر يوم جايب لي النوري يوم راني بكركديه ويجيب لي بدو ايش يجيب لي يقول لي يجيب لي راح مهيتو انا ما ادري من اطاوع اطاوع ربعك الخمة ولا اطاوعك ترى بنفسك ترى بنفسك ترى بنفسك ول 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 عندك 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 اسمع 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 قال لي الزبون جيب الطلب الحين بروح اجيب الطلب من هناك لان كم يبي له خمس دقائق خمس دقائق بس بس وصل المدير السلام عليكم وصل المدير وصل المدير وصل وصل المدير خلنا نبغى نقعد نتفاهم زي الناس استريح استريح سيت داون سيت داون مدير وصل المدير وصل استريح 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 المدير هذا المدير اليوم جاي لي قال لي ابي كركديه ازرق كركديه طلب كركديه ازرق وطالب لي كركديه ازرق بدون دهن شاب شاب ريلاكس نوب هوس ما يجي الاثول الكركديه لونه ازرق اسم الميت ولا ازرق ما يجي ازرق بلوبيري نربط اوكي هوس فايت هونت ميت هاي يعني خلوكم برا قسم بالله ما تكلمت عربي بجيبك بهالعقول على وجهك غير الادب حتى على العربي هذا نعطيك عربي ليش طردت ليه؟ سالفتنا ويا ذا حبيبي بدال ما يتاخر وتقول له جيب الطلبات ويجيك متاخر ما يمشي عندنا العمل ذا مزاجنا حبيبي العمل ما مشي على كيفه شاب ما مشي على كيفه يا من قدام الزباين يطلع على بلوح الناس يا اول واحد انا المدير تفهم عندك عندك لا لا ابو علي تعود من بيسك ابو علي ابو علي ابو علي تعود من بيسك لا لا عقل اي اقل خلاص ايش هذا تعود من بيسك لا لا عقل 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 اراجعك ارجع ان شاء الله ان شاء الله بس اراجعك بس تعال تعال بك تعال اذا تبي ترزق الله وتبي تحافظ على دوامك اشتغلي بو انت عاقل انتشبه وفي كل جمهور يقول لسانك اطول منك ولا لا تقول للمدير انثبر شاف انت ما تجي لكم الا بعين الحمراء لا 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 بالمره وبقول لك انجلع 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء اوكي هذا خاص انت من اللي جاوب انا بعرف اللي جاوب بيسم بيسم يبي يفرض نفسه انه هو مدير فش تسوي انت بيسم انا فصل افصل النوري ايوه انت وحين اول افصل النوري لا فصلت النوري كيف انا اخليكم على كيفكم اهدكم كل شيء بيضيع ولو بتكل على بيسم ايه ما حتى يجيب بيضه يلا افصل النوري خلنا نشوف خلي النوري اشتغل تقدم خلي تسمع ليش توجه نو بوكسن نو بوكسن خفي انت احترم نفسك فهمت ريلاكس اوكي تكلم عربي قلت تكلم عربي ما نعرف قلينزي تكلم عربي نو بليز هاو فهم كاب توب كاب تو اسمه؟ كاب توب توب كاب تو هذا بي هذا بي ايه اسمع كنت هاو سو مستب ايه
جيبوا له حل ليش يفصلونه من الكافي فيك فيك ما في شايبه بدويش بس قال حق المدير قدام الزباين انثبر اسمع 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 قال لي الزبون جيب الطلب الحين بروح اجيب الطلب من هناك لان كم يبي له خمس دقائق خمس دقائق بس بس وصل المدير وصل المدير وصل المدير وصل وصل المدير خلنا نبغى نقعد نتفاهم زي الناس استريح استريح سيت داون سيت داون سيت داون مدير وصل المدير وصل استريح 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 المدير هذا المدير اليوم جاي لي قال لي ابي كركديه ازرق كركديه طلب كركديه ازرق وطالب لي كركديه ازرق بدون دهن شاب شاب ريلاكس نوب هوس ما يجي الاثوى الكركديه لونه ازرق اسم الميت ولا ازرق ما يجي ازرق بلوبيري نربط اوكي هوس فايت هونت مي هاي قسم بالله ما تكلمت عربي بجيبك بهالعقول على وجهك غير الادب حتى عربي هذا نعطيك عربي ليش طردت ليه سالفتنا ويا ذا حبيبي بدال ما يتاخر وتجي وتقول له جيب الطلبات ويجيك متاخر ذا ما يمشي عندنا العمل ذا مزاجنا حبيبي العمل ما مشي كيف شام ما مشي كيف يا من قدام الزباين يطلع بلون عيناك يا اول واحد انا المدير تفهم دك دك لا لا ابو علي تعوذ من بسم ابو علي ابو علي ابو علي تعوذ من بلس لا لا عقل اي عقل خلاص ايش هذا تعوذ من بلس لا لا عقل 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 اراجعك ان شاء الله ان شاء الله بس اراجعك بس تعال تعال بك تعال اذا تبي ترزق الله وتبي تحافظ على دوامك اشتغل يبا وانت عاقل انتشبه فيك الجمهور يقول لسانك اطول منك ولا لا تقول للمدير انثبر شاف انت ما تجي لكم الا بعين الحمراء لا 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 بالمرة وبقول لك انجلع 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اوكي هذا خاص انت من اللي جاوب انا بعرف اللي جاوب بويسم بويسم يبي يفرض نفسه انه هو مدير فش تسوي انت بويسم انا فصل افصل النوري ايوه انت وحين اول افصل النوري لا فصلت النوري كيف انا اخليكم على كيفكم اهدكم كل شيء بيضيع ولو بتكل على بويسم ايه ما حتى يجيب بيضه يلا افصل النوري خلنا نشوف خلي النوري اشتغل تقدم هل تسمع بليز بليز نو بوكسن نو بوكسن خفي انت احترم نفسك فهمت ريلاكس اوه اوكي تكلم عربي قلت تكلم عربي ما نعرف الجلينزي تكلم عربي نو بليز هاو فهم كم توب كم تو اسمه لاب توب توب هاو هذا هذا باي اسمع كنت هاو سو ما تتابعوا اسمه كيف تتفيل على شوف توطوط فيه ونوطوط فيه بايسم بايسم طلب من يا ابو طلب من بايسم طلب من ما يتكلم عربي ما يتكلم عربي ايه فمقابل الخربطه ذي اللي قاعد يسويها عندك من حقك يا ابو يس اوفر هاو 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 الكافيه توطوط فيه مره ثانيه اجل في 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 في
أجر أزرق في لقى أجر أزرق في لقى أجر أزرق نوبليز أنا على بكراتي ما قلت أزرق تقول هين تقول هين تقول هين عندي لك نظارة غير ذي، واضح ان اليوم مرتين تنفك. غلا من جو صار مدير وانا جو فهل كافي الا انت حظي مشكله نو برابلم سموها نو باربم له عربي ولا انجليزي شوف خوف قول متحسف على حلولي حلولي راح من قطع شجر نشوف حالنا نشوف حال ابو دويش دويش تعود امبليس ابو دويش نشوف حال على بالي بطلب شيء بشهر اخر شيء قمت اخس اخر شيء صرت عياره ما عليك انا اللي انا حصلت تعود بريستارت بس علي بس علي بس بس لا 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 خلاص 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 ان شاء الله خلاص خلاص ان شاء الله خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله خدت واحد ابو دويش وسع صدرك يا ابو دويش تعوض امبليس يا ابو دويش وسع صدرك لا تشيل هم لا تشيل هم لا تشيل هم تعوذ امبليس يا ابو دويش صادت صادت كل شيء صادت كل شيء عمي لا 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 عمي شلونك طيب شخبارك صك بخير عشت بارك الله فيك شلونك طيب شخبارك صك خير حي الله عمي ابو محمد الله يحييك شلونك طيب حياك الله عمي ابو محمد شلونك طيب سبحان الله والله انك يا عمي عدنان محمد ابو محمد خلاص ابو محمد ابو محمد خلاص شاف تتنى ولا لا شاف خليك تعيد المره الثانيه ان شاء الله شوف دقيقه في وسخ في راسك فوق راسك وين الوصح وين ايش الوصح عاد ايش 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 دقيقة محمد اصلح حالك اصلح حالك دقيقة ما بسويتك يا 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 خلاص اعقل محمد وين يدلي شو اسمي انا عدنان ها لا لا محمد لا 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 والله حر حرام عليك والله حر محمد خلاص لا لا والله حر والله حرام عليك خلاص خلاص حرام عليك خلاص هاي تعيد مرة ثانية خلاص ان شاء الله قصة محمد لا وزاني جن الماني وبيخدم فلوس الكبه ويشغلون لهم ناس ما يمام عن الزور ولا لا قوة الا بالله ايش اسوي لهم؟ تبي اسوي لهم؟ تضحك تقول لا تصيح استهبل عليها محمد استهبل ليش حكي منهم؟ ايش فيك؟ عاد تكلم ياخذون فلوسي وبيجننوني وكل مره يجيبون لهم واحد جابوا لهم واحد قصير وجابوا لهم واحد نوري وجابوا لهم كل واحد يشغلون على كيف تعقلون انت متى بتعقلون؟ ايش فيك؟ متى بتعقل يا مريضي؟ شنو ايش فيك؟ متى بتصير ادمي؟ دقيقه دقيقه محمد والله 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 ورب البيت انه في نحل قسم بالله وقفت على اذنك والله لا لا انك ورد لا 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 ايش فيك محمد خلاص انا قطع جلدك نحله تدري ليش وقفت عليك تفكرك ورده تاخذ رحيقها منك لكن اتوقع ان النحله ذي مختله شوي انت يا مريضي قد تعبت والله تعبت شاف مالكم موادم مالكم رجاجيل خلاص اصبر عاد النسبه انت انت اسكت خلاص اسكت ازعجت ان شاء الله وانت مريض عقل ان شاء الله ان شاء الله خليك رجال ان شاء الله ان شاء الله وانت اسكت ولا لا؟ اسكت اسكت
خلاص ما خلاص خلاص عاد انت جاي تتهاوش من صباح الله خير محمد ريلاكس طالعين بنفطر راي نوسع صدرنا طالع خليت فيه واحد اجل ان شاء الله ان شاء الله خلاص استنى انت شكل عندك القماش مخلص مع الهب بس سلطان خلاص هلل ان شاء الله امتى بتعقل ان شاء الله ان شاء الله قل لي بس عايز قل لي بعد شهر بعد سنه بعد يوم بعد ست سنين بعد ست سنين انا بخليك تعقل انا اللي شيل عين تعال يصيح ولا يضحك والله ما عرفنا خلاص يا محمد لا خلاص طالبك يا محمد خلاص خلاص عاد نبي نمشي متاخرين بنروح نفطر جاي تتهوى انطر ان شاء الله محمد غباقي يعني يرضيك دموعي تقعد لا لا خلاص والله محمد والله خلاص يا محمد خلاص نقول نروح ياكم شا سكر باب سكر باب سكر باب سكر سكر خلاص توكلنا على الله يلا يلا حسبي الله عليك شوي 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 محمد بس شوي شوي اخاف انك تاخذ من الشعر اللي في القماش حقنا جود مورنينج هاو ار يو افترنون استكوز مي نور بوربوم يس يس اوكي No. 1 minute. 1 minute. Excuse me. 1 minute. 1 minute. 1 minute. No. Okay. Thank you. أنا أفرجيكم الحين الإرطب مالنا الحساوي الله يحفظكم الحين. طلعت حبة وحبة. هذا ذي شوفوها منين بطلعها. شوفوها من وين؟ شوفوها من. شوفوها ذي. هذا يقول لك إذا جيت تقطع الإرطبة. إذا جيت تقطع الرطوبة تفرها فرار لا تكشعها كذا حرام فرها بس وتجي معاك الله وحقكم في العافية وصبحكم الله بالخير وأهلا وسهلا نعم يا بابا شو توريهم معي نبي زي ذا شوفها نص ونص ما شاء الله تبارك الله خيرات خيرات من الله الحمد لله هذا طال عمركم انخلت الغرذي الله يرحمك يا يوبا يوم انك زرعته وخليتنا ناكل منها واللي يمر ياكل منها اللي في الحاره يتابعوني ولا اي واحد عزيز وغالي يبى يمر عزيز وغالي عدل ما بعزيز وغالي حياكم الله وتعالوا قدعوا منها هذي من البيت طال عمرك على طول يوم يزرعها الوالد والله انها كانت صغيره بس الحمد لله هذا حصلت واحده يا سلام الله الله يرحمك يا ابويا الله يرحمه ادعوا له بالفاتحه الله يعطيكم العافيه ادعوا له بالفاتحه صحيح وهذا ثاني يا ولدي صحيح صحيح الله يهداك عيب عيب اشوفكم على خير يا جماعه وهذا تمرات او رطبات الله يحفظك مباركه ليله بين الاحبه والاهل ليله الجمعه الذي يتزوج ابن أختي من ابن أخي تعالوا معاي وشوفوا المعاريس هذا مال دختي ابو المعرسه محمد بدر
هي والله هي والله اي اصلي واسلم قول اسف خال حسين في راسي بسرعه 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 قول اسف خال حسين في راسي خالك خالك انا في راسي يلا اول شيء قول اسف حبيبي قول له يا ابن الحلال فتك من عندك خله يذلف خله يذلف ما يستاهل يا ابن يلا خلاص اي اعطيته وعد انت مالك حق خلاص سوبر ما في هذه سوبر لا ايش دخل لي ايش دخل لي فيكم تكبوا عاد يا حبيبي انا عندي بعد مشاكل يلا خلاص من بنتي خلي يجيبها انا مالي شغل مره جنن عني مالي شغل يا ابوي حلوا خلي يجيبها مشاكل عائليه حلوها بينكم زين انا حبيت راسه قال لي يا انا مالي شغل خلي يجيبها تفهموا يا ذن اذن شو اسوي خالك نذن اي اذن جي خالك جي خالك جي خالك والله شي انا مالي شغل راح قارد ناشف لك حال شو اسوي لا شايف لك اي حال انا مالي شغل فيك والله انزين ليش ما تتفاهمون يوم مالي خلق انا هجم بحذر ومشاكل اخاف الاطخ اخاف الاطخني خالك نذن اي وش فاكر تراني خيخه اي جت فاكر ازعط ازعط بس عليك ترى ولا انا كذا اي شو تفكر نعم كفو كفو اشوف جواز ولدنا نعم اشوف جواز ولدنا بس هو ولدكم مو ولدنا لو سمحت بن عم بن عمي بن عمي بن عمي لا تتدخل لا ادري انه ولد اختك لا تفرض عضلاتك والله ما خلي سوبر وياك والله ما يسوبر لا تحلف جيب الجواز راسي يشم الهواء ما يسوبر حلفت انك ما تسوبر بس صابر ما صابر ما لغم ترى شوف ابوك ولد عمي وامك اخت يعني نمتين مو من جهه واحده اصبر اصبر قلت شيء جديد نادر ان امك اخته مع وجهك راح عاد راح تلفوني راح خلي جيب الجوال اسمع لا 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 جيب الجوال من عمي من عمي من عمي بقول لك شيء اسمع 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 قفل قفل اصلا من دون ما تحلف ابوه مو راضي انه يروح على فكره مو بشيء من بشي جديد ما بقوة فيك اسمع اسمع بقول لك شيء بقول لك شيء ما بقوة فيك ايش رايك فيني؟ كفو يا عمي كفو ليكسر الباب جواتي ترى عندهم ليه؟ نعم والله شوفين شو علينا نعم جواتي ليه يا حبيبي ذهب ليه يا بابا ذهب خلنا ندخل طبعا نطلع هنا هناك ما في وانت ما تبي جواتي لا ما انا بشتري فيه بابا ماركة شيء خلي صوت ماركة شيء لا لا ماركة ولا ما مراك لازم بابا لا تهون ما يخطر خلنا نرجع ناخذ بس جواتي يا حبيبتي انت بابا لا تطلع عيوني خلني اشتري الذهب ناخلص خلاص ما بجوز بابا جواتي زيون كشخة الذهب شو تسوي فيه الذهب؟ شو تستفيدي من الذهب؟ ايه بعدين اسوي شاي يعني تخيلي انا شريت لك ذهب بابا لو في يوم من الايام انا احتجت تبيعينه وتعطيني؟ ايه والله العظيم كفو عجل تستهلين الحين احلى ذهب شوف لك شاي قطيعه كذا ب 20 30 ريال يعني شنو ذا 100 200 كذا اي قالوا عقلوا عاشوا تبارك الله شو زينة احلى حلقة استذاح اطفال استذاح معايا امزح طلعي اذنك بس عاد حتى ما يدخل بدون طلعي اذنك اذا ما ركبهم لا الحين هاج هلا اكتب صوت والله يا جماعه الخير ما يبينون ما يبينون ما يبينون يخضون في الحفره كلها اذا ما تبين نمشي ما بناخذ لنا استوى لا لا ما بجوز بس بابا هالقد هالقد زين في اكبر منهم انت فخل اشوف صدر هذا اكبر منهم انت شو؟ لا انت اليوم خلهم طلع قروني شنو ذا؟ بابا حتى ما يدخل بدونيا، ادخل ما يدخل
عشان دافش عليهم ما يبونه تنعومه غير لما يبين حتى لو حطيته في ثانيه بيختفي. زين شو رايك نشيل لك سواره؟ سواره اي ولا خاتم؟ خاتم خاتم قول دلي طلعيني بابا طلعك مني ايش فيك دايما انت ودوات اخذ من دلين كبار انت القنوعه انت الفانا اي ادري اني قنوعه بس بوم لهالدرجه ريم ما تفهم انت افهم منها بابا طوعيني خليهم بابا دلين صغيرون ما يدخلون في دنيا يختفون يختفون ما تلعبون ذكرى يا الله يعطي العافيه زين ايش رايك نمشي اخذ جواتي لا لا معك جواتي ريم ناسك من جواتي لا لا ذهب من بابا حد زين سؤال ايش تسوين بالذهب؟ البسه تكشخ فيه زين يوم انا احتاج ايش تسوي؟ انت تبيعينه؟ ها؟ تبيعينه وتعطيني ها؟ لا اجل انت الحايه انا اكرم منها والله اكرم منها خلاص حق روان جيب لها قطعه ب 200 ريال ما استوعب زين ب 200 بس ارفع الزوده ان شاء الله 300 وريم جيب لها قطعه ب 150 لا خلاص زين خلاص اذا بعت بخرفهم عنا ما بيها لي خاتم بعد كم ده سعره 70 80 والله زين والله انا سمعيني مو بزين لا انا ادفع لك 230 وال500 كسر حصلت شو تدفعينها لا والله ايه انت تدفع ما في يا بابا واجد دي رجعها شفت لها شيء ريم لا كم ذا؟ 2200 ذهب أبيض ما له قيمة الذهب الأبيض مثل الأصفر 14 و 18 لا عادي ما له دخل ما له دخل 1200 اي خلاص روان ناخذ لها ذب بس انت ما ناخذ لها ناخذ ذب مع خاتم بعد انت قلتي ما تبيعين الا احتجت انا ناخذ لها ابيعها خلاص قالت هي ما ابيع ولا شيء حتى قطعة ذب ما ابيعها اي قالت صح؟ حسابك جيب الفلوس زين جيب الفلوس بابا شوي كم ذا لينا شو تسوين الحين انت والطاقم ذا ما عجبني زين يا بابا خلي بعض الناس ينقهرون لا مو بنقهر باخذ ذا وخاتم بعد ما في بابا تكسري حصالته لا انا شاطر الحين بروح اقول مصاص ما تكشخ يا يمكن ساعه ايش كشخه؟ اي استاذ لا استاذ انت مو متخرجه ولا شيء يلا متخرجه والله تستاهلين يا تستاهلين وانت تستاهلين ماما بس تستاهلين شيء ريم تستاهلين انك انت دائما الاول على المدرسه روان 100 ريال تستاهل لا تستاهل هلا والله بالعيون مدينه العيون هلا بالعيون دار الفن والفنون والناس خشمان ما يدرون هوا ادعس لا يوقف هذا العيون يا من على يمين شوفوا العيون على قلب العيون منورين الحمد لله إلهي الحمد لله يمسي عليكم لا بس ربي يوفقكم الحمد لله ربحنا كاس الدوري مع كاس السوبر الحمد لله هلا بس انا بوس توني واصل هفمون يا جماعه عرفت والله ملاعب احتلال ما في بنغلاديش بنغلاديش هم اللي محتلين بعدها الباكستان وبعدها بعدها اخر شيء الشعب السعودي ما شاء الله لا تلومهم عندهم اجازه مساكين شوف معك شوف ذاك لابس العلامه يا صديق ما شاء الله والله يلعبون في التيت يا جماعة حلو الجو ترى ما في رطوبة ولا شيء اللي بيجي بكرة يا شباب حياكم الحمد لله لا بس الحمد لله ربحنا كاس الدوري الحمد لله بلا لندن بلا باريس تعالها في مونو دق الهريس ادعس لا يوقف ولا زلنا في هم فمون تغطياتنا مستمرة ما شاء الله هذا بعد حبايب من اخواننا اهل السودان شنو باكستانية ما شاء الله يعطيك العافية يا زول ها فايز المهزوم
فايز ولا مهزوم؟ كافو. ما شاء الله هذا الشعب باكستان، ما شاء الله تحمس الشعب. اليوم جمعة الصلاة الحبيب، اللهم صلني وسلم على نبينا محمد وعلى محمد وأصحابه الكرام. دارزين سلوات، اليوم جمعة وأحلى جمعة، بلغ أخوك تكوى وسمعة. شامبر أجواء حلوة لجد، ترى ما في رطوبة، حياكم أمهو. أمك توهم بادين وقبت باكستانية مع بنغلاديش، خلكم على كركيك كركيك. لا حول ولا قوة. خلاص يا جماعة، واحد يدق على الدفاع المدني خليه يرش عليه ماي. هذكم كركيت بس كورة حق أهلهم ساعة، والله وشايفين يا شباب واحد يمسك كورة كلهم عليه. نبى أمك وينكم الله يهديكم، طورت العالم. أحوال اتفقوا على لا يتفقوا حبايبنا باكستان. شامبو ايش اخلص يا اخي، اشوف لعبهم ما يبغى هذا. يبا هذا شكله بيطولون يا ولد، اذن الفجر امش بس ارقد.